النقابة ولا حد يتهمني ولا يقرأ ولا يفكر ولا يلمح ولا من حقه ولا يقول ولا كأنه هو موجود. فبعد إذن حضرتك، أولا أنا ما كنتش بتكلم بصفتي إن هو يتهمني، لأنه ما يجرؤش يتهمني ولا يقدر، ولا هو ولا اللي خلقه، استغفر الله العظيم، ولا اللي جابه يعني. تمام؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، لأن هو اتهمني برشوة. خد بال حضرتك، هو اتهمني برشوة. استغفر الله العظيم. هو لم يتهمك بالرشوة؟ لا، هو اتهمني برشوة. فبعد إذن حضرتك لو سمحت، إذا كان الزمالك هيعرضني للإهانة من أي حد كان، فأنا بعتذر عن إن أنا أكون عضو مجلس إدارة نادي الزمالك. فأنا بطلب من حضرتك دلوقتي، تطلب الأستاذ محمد صيام يعمل مداخلة معايا عشان أنا عايزه يوضح لي يقصدني ولا لأ. طيب، قبل أي حاجة تانية. طيب أحمد، أستاذ أحمد بس كلمني. بعد إذن حضرتك. طيب أحمد، ولو لحظة، أنا معلش أنا بعتذر تاني على اللفظ اللي أنا قلته، لأن أنا بعتذر تاني على اللفظ اللي أنا قلته، بستغفر ربنا، لأن حضرتك أنا خرجت عن شعوري تماما.